يرجعوا يشوفوا هذا الفيديو هذا ويحاولوا انهم يلبسوا الكاسك. راك عباد الله، هذا الكاسك يحفظ لك راسك انت ماشي البوليسي، وخوفا على البوليسي يشوفك بلا كاسك. وانت انت شفت بزاف ديال الحواديت، وخصوصا واحد المره في مارتيل وكذا، بزاف ديال الحواديت وقعوا ديال الموتور كانت نعم قال لك كي خسرت التشويكه. واحد في التعليقات فيصل قال بان كاين شي شباب ما كيبغيوش يعملوا الكاسك كي خسر التشويكه ديالو. اسيدي شري البي ام وركب فيها بلا سروال، ما دعملش الكاسك حتى السروال ما دعملوش، وشري السياره ما خصكش تعمل الكاسك، شري السياره ما كتلبسش الكاسك وركب فيها زبوط كاع. ما عرفتش يا اخو كيف الضال عنه التشويكه ويضحي بحياته وبراسه. فلهذا الله يجزيكم بخير، اللي كتعرفوا شي واحد عنده الموتور صحاب المواطر طاكيوهم هنا ونصحوهم وتلقاوهم في الشارع، رغبوهم قولوا لهم بان خصكم تعملوا الكاسك. درجع ثقافه، خلينا من البوليس، تخاف من البوليس والبوليسي ما قال لك والو، غتمشي انت من الزلافه فوق راسك، هذاك ما كاسك ما والو. المهم رجعوا لديك الفيديو غتشوفوا التفصيل فيه. هاد الولد مات اليوم من مارتيل بحادثه الموتور، نسال الله عز وجل ان يرحمه وان يغفر له. فقط وانما كذا وكذا، وعد الشهيد بزاف. فلهذا الله يجزيكم بخير، حاولوا اللي كيعرف شي واحد عنده الموتور ينصحوا في هذه القضية هذه، أنه يحافظ على راسه ويعمل كاسك. وأنا حقيقة كنشوف ديك الولد الأولي ولا الثاني دابا اللي مات اليوم هذا، وصحابه كاملين عرفتي ولا الفيسبوك كامل مأثر بالمدة هذا الولد، وكان في الصفحة دي في الصفحة ديالو في الحساب ديال الفيسبوك. سبحان الله، يعني نحسبه كذلك، كان دائما كيذكر الله وكيقول ما عند الله خير، ونسأل الله عز وجل أن يعوضنا خيرا، والثقة في الله. المهم هادشي اللي كاين، والله يحفظكم تانتوما ويبارك فيكم، وخا اللي عنده الموتور اللي ما عنده شيء واللي هذا ما كان. المهم كاين شي استفسار في هذا الموضوع هذا كتبوه في التعليقات. برنسيسا قالت لك هولا بوناس نوتشيس بوديس اسبليكار ان كاستيانو بور فابور. اورا بويدو لو سينتو، algún día voy a venir con un amigo mío conmigo para explicar estas cosas en castellano, ¿vale? Chile que بصح دابا كتجبر بزاف ديال الشباب ولا باقيين صغارين كيركبوا في المواطر لا كاسكوس لا والو، وجري جري جري. واحيانا واخا تكون انت ماشي في الطريق ديالك يقدر يضربك شي واحد، فعلى الاقل محمد مصيدي برشلونه امين الغنمي كيقول دعي معنا بالهدايه، نسال الله عز وجل ان يهديك ويهدينا جميعا. راف اشرف ياك اشرف كيقول لك شمن الموضوع، الموضوع هند قالت لك الدق اسبانيولا، فين اسبانيولا مشات ما بقينا شنو نهضروا بها. قال لك الموضوع كنتكلموا على القضيه ديال الشباب اللي عندهم المواطر وما كيعملوش الكاسكوس. هذا الشيء اللي كاين، خصهم يعملوا الكاسك ويتهلاو في راسهم. لازم تشوفوا يا كاين طالع نجي كاين
حاتم جباري، أحسن دي ديكاس الخاي حاتم جباري، تحية ليك خاصة من رضوان بن عبد السلام. ياسين الله يحفظك ويبارك فيك أخي. الله يبارك فيكم كاملين، الله يحفظكم وسمحوا لنا على هذا الغياب. بارك الله فيكم. إن شاء الله. أيوب، أيوب كلاسي، أيوب دمرينسا، كي طالي رمانو بيان. إن شاء الله. اسماعيل قال لك شي موضوع على التعايش والتسامح. ان شاء الله اخي، ان شاء الله. عم برزطين هاد اليومين، اعمال جري من هنا جري من هنا. ان شاء الله نكت وعدكم غيكونوا مواضيع، غيكونوا. ولكن انتم عاونونا في التعليقات، احيانا كتجبر بعض التعليقات مزعجه شويه، الانسان خصو يكون في الموضوع. مثلا تحية للناس عياد، الناس ديال الصحراء، مدينة قول ميم، الله يحفظك أخي، الله يجزيكم بخير. واليوم تكلمنا على ديك الحادثة السير اللي وقعت في الموطور. إن شاء الله يكونوا مواضيع آخرين. وعليكم السلام. طنجة وحلاوة لعمانة، واخي طنجة وحلاوة الله يحفظكم ويبارك فيكم. ودابا هذا حمزة، دابا دي عينك، دابا هذا حمزة، شو على اسم عنده حمزة بوس فياني ولا ما عارف، كاتب في التعليق تنوض تنعس الليل هذا، ما حسبنا النهار. سير اخي الله يعطيك شي خير. منى الزوج ديالك الله يهديه ويبارك فيه ويحفظه ربي ويجعله خير زوج ان شاء الله. شكرا اختي كوثر المسكيني، كوثر المسكيني، شكرا، تحية خالصة لك أختي كوثر. هشام جميلي، والمهم أخي يوسف واخا داير الكاسك وتحترم قانون السير، والمهم على الأقل الإنسان يعني يعمل الاحتياط. ان شاء الله اختي فاطي فلوري سينتا، ان شاء الله. سالي عفيفي تحية لك اخويا ابراهيم من مكناس، مغربية انا 8. الله يعطيك ما تتمنى اختي، الله يسر لك الامور ويبعد عليك الله كل شر وسوء. الحاتمي ايوب الحسيمه، ان شاء الله نجيو، نجيو للحسيمه وعملوا لنا واحد الطياره من طنجه يمكن للحسينه الحسيمه. سامر ليلة الخميس السير دوال ما كتفكرك والو، كتفكرني وليلة الخميس والفرحة عنا في دارنا، وليلة الخميس والفرحة عنا في دارنا. اطلع اخي اطلع، لا تنشوفو، لا تنشوفو واحد كيقص، اطلع ما بانش هنا، هو يمكن انا عرف.
أيمن شحال ما جيت لرينكون، لكن شي ساعة ساعة فيما كان شي حماق يسقسيني شي أسئلة. رجعوا لقفص الاتهام وعرفوني، خير دول خلينا نسولك واحد السؤال، فين قريتي والمستوى الدراسي وفين ساكن وفيش كاد عمل؟ رجعوا بالحلقة ديال قفص الاتهام وغاد عرفوا تا الرقم ديال الصباط ديالي شحال فيه، شحال كان لبس. وانت عندك رضوان بن عبد السلام كتابعو، ما عرفتش حتى الحلقة ديال قفص الاتهام. ما عرفتش علاش بنادم ما كيبغيش يطلع في هاد الانستغرام. شرف نطلع نطلع لكم واحد الولد لا تنشوفوا واش يطلع ولا لا. الهابطي محمد اطلع اطلع ديالنا اطلع. هاجر من أمريكا، أجمل تحية لهاجر.